السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متعلمات ومتعلمي المستوى السادس ابتدائي، نرحب بكم مجددا في درس من دروس مكون التربية الإسلامية، مدخل التزكية عقيدة. موضوع درسنا اليوم: أعرف الله من خلال خلقه. يرمي درسنا أحبائي إلى تحقيق الهدفين التاليين. الهدف الأول: أتعرف عبادة التفكر في خلق الله تعالى. الهدف الثاني: أتفكر في خلق الله وأعظمه سبحانه وأشكره على نعمه. هيا بنا إلى الدرس ومع نصوص الانطلاق. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الداريات. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير، سورة الملك. وفيما يلي أحبائي ننطلق إلى الفهم والتحليل، وبداية نشرح بعض الكلمات المبهمة. أفلا تبصرون أحبائي بمعنى أفلا تنظرون وتتفكرون. إلى الجبال كيف نصبت؟ نصبت أحبائي معناها أقيمت ورست. صافات ويقبضن، الطير صافات ويقبضن بمعنى باسطات أجنحتها وقابضاتها. جيد أحبائي، الآن ما هي المخلوقات التي دعانا الله سبحانه وتعالى للتفكر فيها في هذه الآيات القرآنية التي أتينا على تلاوتها؟ جيد، أنفسنا، الإبل، السماء، الجبال، والأرض. جيد أحبائي، والآن أحبائي لنتأمل في هذه المخلوقات العظيمة. جيد، لنتأمل أحبائي في أنفسنا. جيد، فأجسامنا يا أحبائي تحتوي مجموعة من الأعضاء والحواس، وكل هذه الحواس تعمل في تناغم وتناسق عجيب لكي نعيش حياة عظيمة ونعيش في صحة جيدة. فهل تأملتم ذلك؟ لنتأمل أحبائي في الإبل كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل يا أحبائي من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، وقد ركز الله سبحانه وتعالى على الإبل بالخصوص لأن الرسالة المحمدية قد نزلت في ماذا؟ في الجزيرة العربية، وهي عبارة عن صحراء، وكانوا يتخذون الإبل وسيلة للتنقل ويستعملونه كذلك في تغذيتهم، في مأكلهم ومشربهم، فهم يأكلون لحومها ويشربون حليبها. فدعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التأمل في هذا المخلوق القريب منهم والعجيب في صنعه وخلقه. فالإبل يا أحبائي مخلوق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى، مناسب وملائم لبيئته الصحراوية، فقوائمه مرتفعة تتحدى الكتبان الرملية، جيد جدا، وسنمه يحتوي
ماذا؟ يحتوي مستودعات مائية تجعله يتحمل العطش في البيئة الصحراوية لمدة تتجاوز 10 أيام، وعينه وأذنه وأنفه بقدرة القادر فهي سريعة الإغلاق. لماذا يا أحبائي؟ لكي تواجه الكتبان الرملية والعواصف الرملية التي تكون في البيئة الصحراوية. فالله تعالى دعا هؤلاء العرب للتمعن والتفكر في هذا المخلوق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله مكيفا لهذه البيئة. جيد جدا أحبائي، ولذلك فقد سمي بسفينة الصحراء. جيد جدا. دعانا الله سبحانه وتعالى كذلك إلى التأمل في ماذا؟ في الأرض بجبالها الشاهقة، نعم، وأنهارها الواسعة، وبحارها الشاسعة، وصحاريها. فكل هذه آيات ومخلوقات عظيمة إذا تأملناها وتفكرنا فيها ماذا؟ علمنا أن وراءها خالقا مبدعا قويا. نعم، دعانا كذلك للتأمل في البساتين، فالبساتين بخضرواتها وثمارها وفواكهها المتنوعة تسقى بماء واحد، وفي الأخير نحصل على هذا التنوع، من أين ذاك؟ نعم. ثم دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التأمل في الطير، التأمل في الطير، كيف أن هذا المخلوق الضعيف الصغير يطير في السماء بدون أن يمسكه أحد، يبسط جناحيه ويقبضها ويسير ويطير بدون أن يمسكه أحد. خلاصة ما قلناه أحبائي هو ما يلي: إذن أتفكر في خلق الله تعالى، لأن التفكر عبادة تزيدني معرفة بربي وتعظيما له. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي سخرها لي. نمر أحبائي الآن إلى تقويم ما تعلمناه وما اكتسبناه خلال درسنا. مع التمرين الأول، يضم القرآن الكريم مجموعة من الآيات القرآنية تدعو للتفكر في الخلق. أذكر بعضها. مما درسته في القرآن الكريم، حاول أن تتذكر بعض الآيات التي تضم مخلوقات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى التفكر في خلقه. نعم، جيد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فالطعام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، آية أخرى: فلينظر الإنسان مما خلق. فالإنسان له أن يتأمل مما خلقه، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نمر إلى التمرين الثاني. اذكر بعض مخلوقات الله تعالى التي تدل على جمال خلق الله تعالى. آيات كونية أحبائي. نعم، فكر. جيد. الشمس والقمر من مخلوقات الله تعالى التي تدل على جمال خلق الله. الحدائق والغابات، الحيوانات، جيد، البحار. نعم، مع التمرين الموالي، ماذا تستخلص من الآية التالية: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم، ماذا نستخلص من الآية؟ فكروا. جيد، نستخلص عجز المخلوقات
على أن يخلقوا شيئا وأن الله وحده هو الخالق، فالإنسان يعجز عن خلق ذباب. نعم، فيما يلي أحبائي لا بأس وأن نمر على عبرة نستشفها من درسنا ونستفيدها من درسنا. أحبائي، ماذا نقول عندما نرفع نظرنا إلى السماء كآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أو ننظر إلى آية أخرى كونية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نقول أحبائي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لتتذكروا دائما ماذا نقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. جيد جدا. فيما يلي أحبائي أطالبكم ببحث منزلي بسيط. ماذا ستفعل في هذا البحث أحبائي؟ ستعزز ملفك بصور لمخلوقات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتصحبها باستشهادات قرآنية. أتينا أحبائي على نهاية الدرس، أتمنى أن تكونوا قد وفقتم فيه، ومع الدرس المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.